السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأول مرة محمد تحفة يشعر بأن أجله قد اقترب، لأن عصابة حمزة مومبيبي تتربص به وتريد تصفيته جسديا. ورغم هذا، في هذا الفيديو يفجر حقائق وجرائم خطيرة جدا جدا حول عصابة حمزة مومبيبي وجرائمها في قتل العديد من الشخصيات. إني والله أنا أقول لكم إخواني أخواتي، وخذوها مني وأعلم علم اليقين، والله إني أحمل كفني على كتفي، لأن هادو والله ما يزقلوني. وإني والله نكون أقول لكم، وإني والله ميت لا محالة، والله ما يزقلوني. أنا تنقول لكم والله ما غيش نقول لكم واحد الحاجه، اللي كان فيكم شي شويه ديال الرحمه انتظروا يغيب غير وجه امي، حيت الا قتلتوني امي ماتت من الاخر، تقدروا تستناو. والله اني ميت لا محاله، ماشي تنهضر على الموت الطبيعي، والله ما غيش يزقلوني، لان هؤلاء عندهم نازلهم في كل مكان، في امريكا على اللي كيعيط للدي سي اف على بنتي فين كاين، هنا في امريكا، أمريكا، في الإمارات، في ممشيتي، والله ما غيزقلوني. ونزيدكم واحد الحاجة، والله لن أحزن، والله لن أحزن على هذا الموت. علاش؟ والله لأنه في سبيل الله، باش ما يتعودش نفس الخطأ اللي دار مع حمزة مومبيبي، لأن حمزة مومبيبي وقع فيه واحد التماطل، واحد البطء كبير كان في التحقيقات، ولا حتى في سجل المغنية، حتى ولات ولا 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 عندنا مغنية تنين، مغنية ولا تنين، مغنية وصلوا شي وحدين ولاو تتبان لهم المغنية هي الرب الأعلى. هل اللي باغي يحرق الحبس، هل اللي باغي يدير ثورة في المغرب، هل اللي باغي يقلب النظام، هل اللي باغي هاد حلومة، هذا ناض دابا تيقول لك أنا كنعتبر فاطمة أختي. أنا اللي كنعرف حلومة الشمكات، أنا كنعرفو من عائلة طيبة، حنا كنعرفو كل دار فيها كدار، الكدار ديال هاد العائلة ديال حلومة هو هاد حلومة، عندك خواتاتك تبارك الله تهما كيشتغلو في القانون، داخلين سوق راسهم، وبما أنك أنت كتعيش في الخنز ديال 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 هاجر بالواد البوالة، فبغيتي لابد تدخل معاك في عائلتك شي وحده خانزه. اذا شكون هاد الخانزه اللي يمكن ليها تشرف العائله ديالك؟ هي باطمه مغنيه ديال الكباريات. شوفوا فين حصلت، شوفوا التهم اللي مازال خص الدوله تفتح تحقيق من جديد. شوف الله، تا الروح عزيزه عند الله، روح عزيزه عند الله. انا والله ما غنتعاقبكم، منين بينتوا بانكم عصابه وخفتوا من هذه المنظومه ديالكم اللي طيح، وبديتوا تضربوا في النظام وتضربوا في الدوله، انا يجب على الدوله ان تفتح اعاده فتح تحقيق. الروح عزيزه عند الله. بغينا نعرفوا كيفاش ماتت ديك وئام النعماني، استدعاء عاوتاني ديك عيشه عياش من جديد، ونجيبوا غلامور وتقول شنو كانت يطرا في الحبس وشنو تقال، نجيبوا ديك المراه اللي قالوا لها حقه صورتي من المحكمه، وكيفاش اتفقوا معاها قسما بالله. تعقلوا للمرة اللي صورت في المحكمه، تعقلوا لها، اعتقد سميتها بهيجه، وكيفاش تقال لها الا بغيتي تزقلي من الحبس لصقيها في تحفه، لصقيها في تحفه، واحد خيتي واحد اخرى لا داعي لذكر اسمها، لصقيها في تحفه. شنو لصقها في تحفه؟ انا ما عمرني ما دويت معاها، نو لصقيها فيه، ما عقلوش عليها، رغم ان راجلها مدير سجن، رغم انها لصقيها. قولي لا قولي، كيفاش ما دخلتش باطمه مع اختها؟ ديك 300 مليون اللي تعطات باش ما تدخلش مع اختها، وكيفاش علاش القاضي نهار قالت لي غلامور ها الفيديوهات، شوف الفيديوهات السيده، راه قالت لك انا غير من الفانز ديالها،
لا هي معايا في الدار، هي معايا في الحمام، هي معايا. علاش رفض القاضي يشوف الفيديوهات ديال غلامور؟ علاش؟ القاضي منين تيتبع شي قضية ديال الرأي العام، بطبيعة الحال خصو يكون مجتهد، خصو يدخل يشوف شنو كاين في القضية. كيفاش حتى القاضي ما عارفش بأن غلامور صاحبة فاطمة؟ ما عارفش، ما عارفش. علاش كانوا كيخرجوا تسريبات من المحكمة ديال مراكش؟ لك خربوش اللي ناض قال نهار مات سي بوعشرين رحمه الله عليه، قال لهم مات مسموم سويه وما ينغزوه، ويقول لا فعلا مات مسموم. السيد النقيب كما تعلم الجميع بانه كان الحمد لله بصحه جيده، هذا حتى الفتره حوالي واحد الاسبوعين فهمتي كان حس بواحد المغص في البطن ديالو، وعلى على اثر ذاك المغص انتقل الخروج ديالو من انتقل للمستشفى هنايا المستشفى الدولي للدار البيضاء، ومن بعد تم الاحاله ديالو على مستشفى الشيخ زايد بالرباط الحمد لله. وكنا تنترجوا انه كان تيمتثل الشفاء، تنتفاجئوا في هذا الصباح ان شاء الله. وي هذا فهمتيني كان هذا، وما كانوا الاطباء كانوا تيحاولوا يعرفوا هذا السموم مناش جاي فهمتي هذا، وانت عارفه هذه هي الخطوره اللي تتكلم عليها تحفه. السيد بوعشرين رحمه الله كان مستشفى بالدار البيضاء، تم نقله الى مستشفى بالرباط، كان يمتثل للشفاء، هنا مكمن ومربط الفرس يمتثل للشفاء، ومن بعد عاد وقع التسمم وما عرفوش السبب ديال التسمم. اذا هنا ايادي خفيه دارت له شي حاجه في الماكله ديالو، بان الواحد ما عرفناش بالضبط لحد الان هذاك التسمم هذاك، مع العلم ان النقيب سيدير الحذر الحذر في اي اكل ديالو في اي حاجه. لو ما كانوا الاطباء كانوا تيحاولوا يعرفوا هذا السموم مناش جاي فهمتي هذا، وانت عارفه بان الواحد ما عرفناش بالضبط لحد الان هذاك التسمم هذاك، مع العلم ان النقيب سيدير الحذر الحذر في اي اكل ديالو في اي حاجه فهمتي، والاولاد ديالو ولا في المكسب ديالو ديما مراقبينه ديما ما عرفناش كيفاش، ولكن الحمد لله لله ما اعطى ولله ما اخذ الحمد لله. انا اخر هذا ليا فوقاش والبارح يومين باش شفتو، انا كنت عنده في السبيطار الشيخ زايد، فكان النقيب كان تيقول لك عابر، كان تيرجع انه غادي ينوض بالسلامه وغادي يرجع فهمتي، وغادي يصلح شحال من الامور اللي كان خصها تصلح، كان غادي، ولكن الحمد لله الحمد لله ما عطاه بزاف بزاف، حيت كان اب وصديق والحمد لله فهمتي، الحمد لله فهمتي، ما لا اله الا الله. كان اخر ميساج كان قبل ما يدخل للسبيطار كان صيفط لي واحد الميساج اللي دابا جبتو، يلاه جبتو دابا تنذكر به هذا فهمتي، ولكن الحمد لله السيد نقيب قلب الكبير والحمد لله، الله يرحمه الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار. شكون اللي قتل بوعشرين؟ شنو هي المراجعه اللي كان غيدير بوعشرين؟ وعشرين قبل ما يموت قال لهم خرجتوا لي على حياتي، دمرتوا لي الكارير ديالي كامل، كاع داكشي راه كان النقيب ماشي ديال المحامي، كان نقيب محامين العرب. السيد راه جلس مع رؤساء مع وزراء عدل، جلس مع ملوك، كيف انقلب به الحال الى هذا الامر؟ منين فاق قال لهم خربقت انا، خربقت انا جداني لهادشي. كيفاش مات؟ كيفاش مات السيد؟ خربوش علاش قلتي السيد مات مسموم؟ هاو الفيديو عندنا كاملين، ما يمكنش تنوض تقول مات مسموم. النيابه العامه هنا خصها تفتح تحقيق. قلتي مات مسموم في الاعلام، الا مات مسموم شكون اللي سممو؟ والا كذبتي راه خصك تدخل الحبس. العائله ديال السي بوعشرين فينكم؟ فينكم اصلا؟ ما فيكم خير باش باكم كان تيقول العصا، فين كنتو باكم باش طلع فوق القاعده وتيقول عباد الله هذه بنتي من رحم المحكمه؟ واش كنتو تظنوا بان باكم كان بخاطرو؟ باكم راه شبع سحور، باكم راه شبع تقاشر، باكم راه كلس برديلات، باكم راه تمخط، باكم راه جالس الله يرحمه مسكين ما كيخصها تقال،
باكم كنجلسوا باقلوا منشورين قدام الاخر. من غيب اباكم الله يرحمه، من غيبه عن عقله، اسد ديال المحكمه كان يزهر 27 فن هذاك الصوت داك. وسولوا عليه الناس، سولوا عليه السناوي، سولوا عليه الاستاذ السناوي، سولوا عليه السي زراج، سولوا عليه الاستاذ عصام، عصام الحلول الرجل العظيم، سولوا عليه هاد الناس. كان اسدا ديال بصح الله يولي برحمه الله. واني والله كلما تذكرت ذاك الرجل احسست باسم كبير وعميق، لانني تصديت له. السيد ما كانش عارف، السيد كبير ما عارف السوشيال ميديا، ما عارفوش، وجابوه لصقوه معانا، لصقوه معانا. السيد لا يعلم هذه الامور، وقالوا لي شوف راه كاين واحد سميتو تحفه راه انفصالي، وطلع قالها. والله ما بو 20 من الذين ينطقون عن الهوى بحالك عمروه. اش كان تيدير السي بو 20 في مراكش؟ اش كان تيمشي يدير في مراكش؟ كان كيدير في ديك الفيلا اللي تسدعت دابا، ريبوا للسيد حياته من انفاق. والله الا مازال كنتذكر كان قال للسي عصام، قال لي واش داك صاحبك ما يبعدش منا، لانه تصدم بالوصول بان تحفه راه مجرد دريبكي عارجي، ما قالوش لي راه تحفه طرايري حيت كنضرب طر لعباد الله، نساو قالوا لي دريبكي وطار، ما قالوش لي طرايري كيضرب طر. وقال السي عصام، كانت ديك الساعه كان الهرواب الغير مأسوف عليه، الهرواب انا جاي للهرواب، كان الهرواب وكانت سميرة الداودي، ويقول لي ولكن العيب ماشي ديالو، العيب ديال هاد ولاد العاهرات اللي قالوا لي عاد رابكي. والله قالها السي عصام، والله قالها. وباش عرفت السيد واكل تقاشر، لازلت اذكر هاتفني شخص عزيز، واحد السيد عزيز عليا، قال لي مالك والسي بو 20، قال لي مالك والسي بو 20، تيشوف اخويا العزيز والله يا كلمتك ما طيح الارض، والله ما طيح كلمتك الارض. قلت له انا غنعطيك الدليل هذا المساء. الساعه كان معايا اخويا العزيز سي نبيل البرومي، وطلعت وقلتها بالحرف، الا كذبت تقولوا لي لعنه الله عليك، وقلت بالحرف السي بو 20 راح اعتذر منك، واقسمت له قلت لي السي بو 20 والله لن ناتي على ذكر اسمك بعد الان الا بالخير، الا كذبت تقولوا لي لعنه الله عليك. اذا هنا يتبين انه شحال من القضيه وشحال من الجريمه خصها تعاود فيها تحقيق، قضيه بو 20، قضيه وئام التحماني، قضيه الكولونيل، وقضايا اخرى عديده. يعني اي واحد يقترب من فلك عصابة حمزة مومبيبي يتم تصفيته أو إدخاله السجن لمدة طويلة وإقباره إلى الأبد كعملية انتقامية. أشكر كل المتتبعين، كل المشاهدين، لا تنسوا لايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.